بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة. طبعا بيقصد الراوي الثقة، زيادة الثقة، أو إذا أردنا أن نكون أكثر دقة يبقى زيادة الراوي المقبول الذي يقبل حديثه، سواء كان ثقة أو كان صدوقا يقرب من درجة الإتقان والضبط. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة. مقبولة ليه؟ لأنها كأنها حديث مستقل، يعني هو الراوي زاد في رواية يرويها عن باقي الثقات، فبنقبل هذه الزيادة ليه؟ لأن احنا بنعتبرها كأنها حديث مستقل. لو هذا الراوي روى حديث مستقل هنقبله ولا مش هنقبله؟ هنقبله، يبقى كأنها رواية مستقلة. ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. الأوثق ده يا إما أوثق في الضبط والإتقان والعدالة، أو أوثق في كثرة العدد، يعني إما يكون راوي واحد لكنه خالف إماما مثلا من الأئمة الكبار كالشافعي أو مالك أو سفيان بن عيينة أو يحيى بن معين ونحو هؤلاء، فهؤلاء أئمة كبار، فإذا خالف الراوي وهو ثقة خالف من هو أوثق منه كإمام كبير مشهور مثلا، أو خالف عددا من الأئمة من هم في مستواه لكنهم أكثر عددا، فهم أيضا بهذه الكثرة هم أوثق منه. ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، لا تنافي أو لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، مثل كأن يأتي بحديث يقيد مطلقا أو يبين مجملا أو يخصص عاما، فهذا لا تنافي بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى، لا تنافي، فهذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، ما فيش تنافي بين الروايتين، فهذه تقبل مطلقا، أي هذه الزيادة تقبل مطلقا. ليه؟ لأنها في حكم الحديث المستقل أهو أله الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإما أن تكون منافية، أي هذه الزيادة تكون منافية، منافية لمن هو أوثق منه، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. منافية زي إيه؟ هذا الثقة روى رواية فيها زيادة، هذه الزيادة تغير من معنى الرواية الأخرى أو تغير في إعرابها مما يؤثر على معناها، فهذه الزيادة لا تقبل.
فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. يبقى إيه إذا وقعت زيادة فيها تنافي بينها وبين الرواية الأخرى؟ ننظر بقى نشوف إيه الراجح وإيه المرجوح، هل هذا له ما يعضده من الشواهد والمتابعات ولا لا؟ هل ده يتسق مع مقاصد الشريعة ولا لا؟ واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. اللي اشتهر عنه قبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، نقل ذلك عن الإمام الشافعي، ونقله الخطيب البغدادي عن جمهور العلماء والمحدثين. بل هناك من ادعى زي ابن طاهر وغيره الإجماع على ذلك. قال لك ليه؟ لأن هذا الذي لم يروي هذه الزيادة وربما يكون قد نسي، وهذا الذي أتى بالزيادة هو ثقة في نفسه، وهذا الثقة الآخر يرد عليه النسيان. لماذا؟ لأنه بشر. فابن طاهر ادعى الإجماع على أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا من غير تفصيل. فإحنا كده في عندنا مذاهب. المذهب الأول بيقول إيه؟ إن إحنا نقبل زيادة الثقة مطلقا. البعض بيقول عدم القبول، لا أقبلها مطلقا. ليه؟ قال لك لأنه هو ربما هذا الذي زاد وإن كان ثقة ربما أخطأ برضو. هذا الثقة الذي زاد هذه الزيادة ربما يكون أخطأ فيها. مذهب ثالث يقول لك إحنا نتوقف حتى يستبين لنا مدى حجية هذه الزيادة، فنحتاج إلى مزيد بحث حتى نعلم هل هذه الزيادة صحيحة أم لا، نشوف ليها متابعات، ليها شواهد وهكذا. فهو بيقول إيه؟ واشتهر، وفي برضو هناك من يفرق بين اتحاد المجلس وتعدده. يعني هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في مجالس متعددة ولا هو كان مجلس واحد؟ فإذا قاله في علم أو عرف أنه قاله في مجالس متعددة يبقى احتمال هذه الزيادة وارد، لأنه احتمال أنه يقوله في مجلس بدون الزيادة ثم يقوله في مجلس آخر بالزيادة. لكن لو اتحد المجلس يبقى إيه؟ هنقبل زيادة الثقة بشروط، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. إيه اللي لا يتأتى على طريق المحدثين؟ اللي هو قبول الزيادة مطلقا، ده مش على منهج المحدثين بل على منهج الفقهاء.
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. يعني هؤلاء أو بعض العلماء بيشترط أنه في حد الحديث الصحيح وتعريفه أنه هو ألا يكون شاذا. وإيه تعريف الشذوذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه أو أعلى رتبة منه. تمام؟ ومع هذا يقول أن إيه؟ زيادة الثقة مقبولة مطلقا. فإذا كانت زيادة الثقة مقبولة مطلقا يبقى كده مش هيبقى في حديث شاذ أصلا. إذا كانت زيادة الثقة مقبولة مطلقا يبقى إيه؟ شرط الشذوذ هنا هينتفي، مش هيبقى في حديث شاذ. وهم هؤلاء الذين يقولون بزيادة الثقة مطلقا أو بقبول زيادة الثقة مطلقا يقولون بأن شرط أو حد الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، فكيف يتأتى هذا مع هذا؟ والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. يبقى هؤلاء الأئمة الكبار بيرجحوا رواية من هو أوثق عن رواية من هو أدنى، وهؤلاء كلهم يقولون بأن إيه؟ لا يقولون بقبول زيادة الثقة مطلقة، بل يفصلون في الأمر، يأخذون برأي من يقول أن إيه؟ زيادة الثقة هذه إذا خالفت من هو أوثق منه لا يقبل، يكون شاذا ولا تقبل مطلقا. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه. الكلام اللي هيجيبه الحافظ ابن حجر عن سيدنا الإمام الشافعي ده، الكلام ده موجود في الرسالة، كتابه الرسالة. الإمام الشافعي جاب الكلام ده وهو بيتحدث عن إيه؟ بيتحدث عن التابعي الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي حديثا متصلا. يعني إيه؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث ده في الحالة دي إيه؟ بنسميه إيه؟ مقطوع. بنسميه مقطوع. فالإمام الشافعي بيقول لما التابعي الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي حديثا ويقول هو مباشرة كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بقى الصحابي،
نعمل ايه؟ فذكر عدة امور منها كلامه بقى ايه اللي هيقوله الحافظ ده. ويكون اذا شرك احدا من الحفاظ، يعني الامام الشافعي بيقول امتى ناخذ بهذا الحديث الذي رواه التابعي؟ اذا شرك احدا من الحفاظ لم يخالفه، فان خالفه فوجد حديثه انقص كان في ذلك دليل على صحه مخرج حديثه. يبقى الامام الشافعي بيعتبر مش الزياده بقى، ده بيعتبر ان النقص دليل على تحري وضبط الراوي. واضح؟ النقص في الرواية. واضح ولا مش واضح؟ اثنان رويا حديثا واحدا، واحد رواه بزيادة وواحد لم يرو هذه الزيادة. الإمام الشافعي بيقول الذي لم يرو هذه الزيادة هو أكثر ضبطا وإتقانا. فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، يعني ده رجل حافظ متقن. ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، يعني لو هو في حديثه زيادة يبقى ده إيه؟ أضر ذلك بحديثه، يعني في حديثه كلام انتهى كلامه، أي كلام الإمام الشافعي. طب هو كلام سيدنا الإمام الشافعي هنا عن إيه؟ عن مين؟ عن من؟ عن الراوي الذي، أو عن ضبط الراوي، بيتكلم عن ضبط الراوي لا يتكلم عن الراوي الثقة، لأن الثقة زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هو الضابط العدل، يجتمع فيه صفتان العدالة والضبط. الإمام الشافعي هنا ما بيتكلمش عن ناحية العدالة، هو بيتكلم عن ناحية الضبط. ليه؟ لأن التابعي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يبقى هنا هو ليس بضابط. فين الصحابي اللي هو سمع منه؟ مفيش، يبقى هو ليس بضابط. يبقى كلام سيدنا الإمام الشافعي هنا بيتكلم عن مين؟ عن الراوي غير الضابط. تمام؟ يبقى ما بيتكلمش عن إيه؟ عن الثقة. واحنا كلامنا في الشذوذ بنتكلم عن ايه؟ عن زيادة الثقة. يبقى ايه فهم الحافظ لكلام الامام الشافعي هنا في غير محل. وحاجة تانية، هو كلام الامام الشافعي هنا لو فهمناه زي ما فهمه الحافظ ابن حجر هنقول بالعكس، هنقول احنا كده بنمنع زيادة الثقة مطلقة. لو على كلام فهم الحافظ هنا لكلام سيدنا الإمام الشافعي، وإن الكلام ده عن الثقة، يبقى احنا في هذه الحالة هنمنع قبول زيادة الثقة، لأن الإمام الشافعي بيقول إيه؟ فوجد حديثه أنقص كان ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. الإمام الشافعي هنا بالعكس يقول إن عدم الزيادة ده يدل على الضبط والإتقان، لو على كلام أو على فهم الحافظ ابن حجر. لكن زي ما قلنا الإمام الشافعي بيتكلم عن الضبط، ضبط الراوي أو الراوي غير الضابط، ما بيتكلمش عن الثقة، والشذوذ متعلق بكلام الثقة أو بزيادة الثقة.
ومقتضاه أي مقتضى كلام الإمام الشافعي حسب بقى فهم الحافظ ابن حجر أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه صحيح، فدل على أن زيادة العدل عنده، شوف هنا حتى بيقول إيه العدل، ما قالش الثقة، لم يقل الثقة، بيقول العدل، والثقة لابد أن يشترط فيه العدالة والضبط، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، الحفاظ اللي هم مين؟ الثقات. طيب يبقى ايه؟ هو كلام الامام الشافعي اهو متسق مع نفسه، الزياده لا تقبل الا من الحفاظ. طب فين بقى كلام الحافظ ابن حجر في الاول بيقول ايه؟ مع ان نص الشافعي يدل على غير ذلك. واضح؟ وضحت المساله دي فاهمينها؟ فإنه أي الإمام الشافعي اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبها. طبعا هو ايه احنا بنقول زي ما او زي ما قلنا ان الامام الشافعي بيتكلم عن ضبط الراوي، حتى بدليل ان الحافظ بعد كده بيقول ايه فدل على ان زيادة العدل، بيتكلم على العدل مش عن ايه؟ الثقة، مش عن الثقة. يبقى هنا الضبط مش موجود، ضبط الراوي ليس موجودا. فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط، خلف اللي هو الراوي الذي زاد في الرواية أو زاد في الإسناد، لأن الزيادة طبعا تكون إما في المتن وإما في السند. واضح؟ يعني يأتي الراوي فيزيد رجلا في السند، أو يزيد كلمة في المتن لم يروها غيره من الحفاظ المتقنين ممن هم أوثق منه أو أكثر عددا منه. فإن خلف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ. إيه هو المحفوظ بقى؟ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أعلى منه، لمن هو دونه قصدي، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو دونه، دونه في إيه؟ في الحفظ أو الإتقان أو في الاثنين معا. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو دونه، دونه يعني أقل منه في الحفظ والإتقان، ده بيسمى إيه؟ المحفوظ، وده بيبقى هو الراجح. ومقابله هو المرجوح، وهو المرجوح يقال له الشاذ. وتعريف الشاذ ايه بقى؟ العكس، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو فوقه في الضبط والإتقان، لمن هو فوقه
إما ضبطا وإتقانا وإما من ناحية كثرة العدد. احنا قلنا ايه المقبول يشمل ايه الثقة في التعريف ده، المقبول بيشمل الثقة ويشمل ايضا الصدوق الذي يقترب من الثقة في الضبط والإتقان. عشان كده ما قلناش ايه الثقة بس. فالحافظ هنا بيضرب مثال، يضرب مثالا على الحديث الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ماجه بتكتب ايه؟ بهاء وليس بالتاء، يعني هاء كده من غير نقطتين. من طريق ابن عيينة اللي هو ايه سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث، وطبعا في باقي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الميراث لهذا المعتق. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، يعني ابن جريج رواه كما رواه ابن عيينة بهذا الإسناد. وخالفهم حماد بن زيد. حماد بن زيد خلف مين؟ خلف ابن عيينة وابن جريج. فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يعني عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب وحماد بن زيد ده ايه؟ ده ثقة فقيه. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ده إمام كبير، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه اللي هو ابن عيينة وابن جريج. هنرجع تاني ونقول لو على فهم الحافظ ابن حجر لكلام سيدنا الإمام الشافعي يبقى كده حماد بن زيد هو الأوثق. ليه؟ اللي هو لأنه هو أنقص راويا في الإسناد، فيبقى هو كده أكثر تحريا من ابن عيينة وابن جريج. ده برضو على كلام مين؟ على كلام الحافظ ابن حجر. لا بس هو الإمام الشافعي ما يقصدش كده، لا يقصد هذا. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه ضبطا وإتقانا أو عددا. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. طيب، وإن وقعت المخالفة مع الضعف يبقى اللي هيخالف هنا بقى مش ثقة، ده ضعيف، يعني ضعيف هيخالف ثقة. في الحالة الأولى كان الشاذ إيه؟ ثقة بيخالف ثقة. هنا لا، ضعيف هيخالف ثقة. فالراجح يقال له المعروف، ومقابله اللي هو بقى اللي رواه الضعيف يقال له ايه؟ المنكر.
طبعا المحفوظ والمعروف الحافظ ابن الصلاح لم يتعرض لهما في المقدمة في مقدمته، طبعا وبالتالي الإمام النووي لما جه يشرح أو يعلق على مقدمة ابن الصلاح لم يذكر أيضا المعروف ولا المحفوظ. طيب إيه مثال بقى إيه المنكر والمعروف؟ ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ اللي هو أحد القراء العشر الإمام حمزة أخوه بقى، عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. أبو حاتم اللي روى الحديث ده بقى بيقول إيه؟ قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات، غيره الهادي عايد على مين؟ نايمين ولا يصحوا كده معايا؟ وهو من الطائفه ابو حاتم والرابي؟ لا، ابو حاتم روى هذا الحديث في كتابه، رواه عن مين او من طريق مين؟ من طريق حبيب. حبيب بن حبيب ده راوي ضعيف جدا. هو الضعيف. يعني هذا مثال لحديث منكر. ايوه، حبيب ده هو الايه؟ الراوي الضعيف جدا، ضعيف جدا كمان. غير حبيب ده من الثقات زي مين؟ زي ابو اسحاق. رواه موقوفا. يعني ايه موقوفا؟ يعني من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الصحابي يأخذ حكم المرفوع إذا لم يكن للاجتهاد فيه محل، وهذا طبعا من الأحاديث التي ليس للاجتهاد فيها محل. ابن عباس مش هيجتهد من نفسه ويقول إيه من أقام الصلاة وآتى الزكاة وإلى آخره دخل الجنة. فالعلماء بيقولوا إذا كان الحديث الموقوف ليس للاجتهاد فيه مسرح أو محل يبقى له حكم المرفوع، بس إمتى؟ إذا ثبتت صحته، إذا ثبت صحة هذا الإسناد إلى هذا الصحابي. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. فاكرين العموم والخصوص الوجه؟ طيب العموم لو أشوفكم كده فاكرين مذاكرين ولا لا؟ العموم والخصوص الوجهي، احنا ايه قلنا؟ العموم الخصوص الوجهي والمطلق بايه؟ بنرسمهم دايرتين. طيب العموم الخصوص اللي من وجه ده الدايرتين داخلين في بعض ولا خارج بعض؟ لكن بينهما قدر مشترك. طيب داخل ازاي؟ هيبقى بينهما قدر مشترك وهم بعاد عن بعض. أحد الجزئين داخل. ارسمها لكم تاني ولا؟ العموم خصوص مطلق، يعني أحدهما داخل كله
للآخر عموم خصوص مطلق؟ لا عموم خصوص مطلق يعني أحد الشيئين أحد نعم داخلون في الآخر. أما عموم خصوص وجهي هما يعني لم يكن أحدهما داخل على الآخر لكن بينهما جزء. طيب نعيد الكلام تاني. ده العموم والخصوص الايه الوجه. ده أظهر يا سيدي ده العموم والخصوص ده هذا الوجه ده مطلق الحافظ بيقول ان بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص وجهي. طب ايه القدر المشترك ده؟ المخالفة. فهما يجتمعان في ماذا؟ في المخالفة. الشاذ الثقة خالف من هو أوثق منه. في المنكر الضعيف خالف الثقة. واضح؟ لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف. طبعا بعض العلماء اعترض على الحافظ ابن حجر في هذه العبارة، قال هو ما فيش بينهم عموم وخصوص وجه ولا حاجة. ليه؟ قال لك لأن الشاذ غير المنكر تماما. الشاذ قد يكون صحيحا، هو صحيح الإسناد، والمنكر هذا ضعيف. يبقى إيه جاب الصحيح للضعيف؟ فقالوا إن العموم والخصوص الوجه ده لابد أن يكون بينهما مادة اجتماع يصدق فيها كل منهما. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنا مخالفة الثقة غير مخالفة الضعيف. هو في مخالفة، بس ايه هذه المخالفة تختلف عن هذه المخالفة تماما، فهما مش مجتمعين، ليس بمجتمعين. امتى كانوا يجتمعوا؟ لو هي كانت المخالفة واحدة من ثقة مثلا او من ضعيف مثلا فقط، لكن هذا مخالفة من الثقة وهذا مخالفة من الضعيف، فكيف يجتمعان؟ فقالوا إن الشاذ والمنكر بينهما تباين كلي وليس بينهما عموم وخصوص وجهي، لا ده بينهما تباين كلي. لكن طبعا اللي بيقول الكلام ده احنا ايه بنحاول احنا نجد مخرج مثلا للحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر يقصد مجرد المخالفة، مطلق المخالفة بغض النظر بقى هذه المخالفة وقعت من ثقة ولا من ضعيف، المهم اسمها ايه؟ مخالفة.
اسمها مخالفة. فهما اجتمعا في القدر المشترك في الاسم وهو ايه؟ المخالفة. وقد غفل من سوى بينهما. بين ايه وايه؟ بين الشاذ والمنكر. طب هو في حد سوى بين الشاذ والمنكر؟ قال لك ابن الصلاح سوى بين الشاذ والمنكر. كان بيقول ان الشاذ بمعنى المنكر. وابو داود، ابو داود صاحب السنن، احيانا ياتي بحديث يخالف فيه الثقه من هو اوثق منه، ويروح قال ايه وهذا حديث منكر. نعم. نعم. وكذلك أبو داود في السنن، وكذلك النسائي أيضا في السنن. فمثلا الحديث الذي عند أبي داود، حديث من الأحاديث التي عند أبي داود مثال لما سوى فيه بين الشاذ والمنكر، إن هو روى حديث من طريق همام، همام بن يحيى، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس. همام بن يحيى، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، يعني إذا ذهب إلى قضاء حاجته نزع خاتمه من يده ووضعه في الخارج أو مع أحد الصحابة حتى يقضي حاجته. دي رواية مين؟ همام بن يحيى. طب همام بن يحيى ده ثقة ولا مش ثقة؟ ده روى له أصحاب الكتب الستة بما فيهم البخاري ومسلم، يبقى ثقة ولا مش ثقة؟ ده ثقة. وأي ثقة؟ نلاقي أبو داود بعد ما ذكر هذا الحديث يقول إيه وهذا حديث منكر. طب منكر ليه يا سيدي؟ قال وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس. يبقى همام بن يحيى أغفل مين؟ زياد بن سعد، لم يذكر هذا الراوي. هذه الرواية بتقول إيه بقى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، يعني اتخذ خاتما من فضة ثم تركه. فيبقى هنا الإمام أبو داود حكم على حديث خالف فيه ثقة، وهذا الرجل يعني إمام كبير وروى له أصحاب الكتب الستة، ولكنه خالف ثقة آخر ومع ذلك حكم على حديثه بالنكارة وقال هذا حديث منكر. طيب، يبقى الحافظ هنا ابن حجر بيذكر اصطلاحات للمحدثين أو ما اصطلح عليه جمهور المحدثين. في بعض العلماء ممكن يكون لهم اصطلاح خاص زي أبو داود مثلا والنسائي، بيساوي بين الشاذ والمنكر، هو في تعريفه كده، إن هو مادام خالف يبقى إيه منكر.
وده يعني مش ليس هذا فقط، يعني أبو داود في السنن تلاقي لي عبارات مش موجودة عند حد. فمثلا يروي حديث ويقول إيه، أو حتى إذا هو في المقدمة بيقول إيه، فإذا رويت حديثا وسكت عنه فهو صالح. صالح دي يعني إيه؟ ما فيش حد من الأئمة هو يا إما صحيح يا حسن يا ضعيف، ما فيش حد بيقول كلمة صالح دي، يحكم على حديث بأنه صالح. فالمقصود من الكلام أن الأئمة أو بعض الأئمة لهم اصطلاحات خاصة. فيبقى كلام الحافظ بيقول وقد غفل من سوى بينهما، لا، هو في بعض الأئمة اصطلاحهم كده ولا مشاحة في الاصطلاح، يبقى ما نجيش بقى نقول وقد غفل، لا هو تعريفه كده. نعم استقر التعريف على تعريف الشاذ بأنه كذا وتعريف المنكر بأنه كذا وأن هناك فرق بينهما، ده بعدما استقرت الأمور واستقرت المصطلحات وعرف هذا بين المحدثين. وذلك مثل إيه؟ ترمذي. ترمذي لما يجي يقول إيه؟ حسن صحيح أو حسن غريب، فكل إمام كده بيبقى ليه مصطلحات خاصة بيه. فهنا ابن الصلاح وأبو داود وغيرهم كانوا يسوون بين الشاذ والمنكر، يطلقون على الشاذ منكرا ويطلقون على المنكر شاذا. والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال ولا عايزين؟ انا شايف كده في ناس نايمه، يعني انت نايم طول الوقت. صح، نكمل ولا حتى؟ طيب لا طيب مستعدون. ماشي. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. موحدة اللي هي الباء، فاكرين الفرد؟ الفرد النسبي والفرد المطلق. فالفرد النسبي إن وجد من وافقه أو وافقه غيره فهو المتابع. والمتابعة دي على مراتب. إيه هي المتابعة؟ إن هو الراوي يوافق راويا آخر في روايته للحديث عن الصحابي. هناك راوي يروي حديثا إلى صحابي معين، فيأتي راوي آخر فيروي نفس الحديث بنفس الإسناد، أو بالصحابي عن طريق الصحابي والتابعي، أو عن طريق الصحابي والتابعي وتابع التابعي، أي يوافق الراوي الآخر فيما رواه. ولكن هذه الموافقة تأتي على إيه؟ على مراتب وعلى طبقات. فبيقول والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. يعني يأتي ويذكر الحديث من طريق الراوي نفسه، فهذه تسمى إيه؟ متابعة تامة.
وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. إن حصلت المتابعة دي للشيخ الراوي فتسمى حينئذ إيه؟ المتابعة القاصرة. طب المتابعة دي بنستفاد منها إيه؟ التقوية، يعني تقوية الحديث. إذا روي له متابعات قد ترفعه من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، وقد ترفعه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح لغيره، وهكذا. الحافظ ابن حجر ذكر مثال للمتابعة، ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، يعني فلا تصوموا حتى تروا الهلال في أول الشهر، ولا تفطروا حتى تروه في آخر الشهر، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ما شفتوش الهلال في آخر الشهر يبقى كملوا 30 يوم. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، يعني لم يروه عن مالك بهذا اللفظ إلا مين؟ الشافعي، لأن أصحاب مالك رووا عنه بهذا الإسناد، بلفظ اللي بهذا الإسناد اللي هو إيه؟ مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فإن غم عليكم فاقدروا له، يبقى إيه؟ مش فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، لا، فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كذا أخرجه البخاري عنه، أي عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وهذه متابعة تامة. متابعة تامة ليه؟ لأنها بنفس الإسناد، يعني عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، نفس الإسناد اللي ذكره الشافعي في الأم، فدي تبقى اسمها إيه؟ متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. يبقى دي متابعة قاصرة، سميناها قاصرة ليه؟ لأن الإسناد هنا مش متطابق. مين اللي موجود بس في الإسناد؟ عبد الله بن عمر اللي هو الصحابي، واضح؟ لكن الإسناد اللي قبله كان إيه؟ نفس الإسناد من أوله إلى آخره، لكن هنا هذا الإسناد ليس فيه من الإسناد الأول الذي رواه الشافعي في الأم إلا من؟ عبد الله ابن عمر. لذلك سميت هذه المتابعة متابعة قاصرة. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
بلفظ فاقدروا 30. يبقى برضو متابعة قاصرة. ليه؟ لأن بس فقط عبد الله بن عمر هو اللي موجود في الإسناد. طيب يا ترى هو لازم تأتي أو يأتي الحديث بنفس اللفظ؟ لا، ليس شرط. فهنا رواية الإمام الشافعي إيه؟ فأكملوا العدة 30. ورواية ابن خزيمة بتقول إيه؟ فكملوا 30. ورواية مسلم في الصحيح فاقدروا 30. هو المعنى واحد، ولكن اللفظ فيه بعض اختلاف. إذن ليس شرطا أن تأتي المتابعة بنفس اللفظ، ولكن إن جاءت بالمعنى فلا بأس، فتعد أيضا متابعة، سواء كانت إيه؟ متابعة تامة أو متابعة قاصرة. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. يعني المهم أن تكون من رواية نفس الصحابي. إذا كانت من رواية نفس الصحابي فقط تبقى اسمها متابعة قاصرة، نفس الإسناد بأكمله تبقى اسمها متابعة تامة. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. يبقى هنا إيه الفرق بين المتابعة والشاهد؟ الصحابي. لا، المتن. المتابعة لابد أن يتطابق الإسناد كله أو بعضه، واضح؟ لكن في الشاهد مش لازم يكون هو نفس الإسناد حتى ولو لم يوجد فيه الصحابي، يعني يأتي بإسناد آخر تماما ويروي الحديث عن صحابي آخر، ولكن المعنى هو المعنى، سواء المعنى هو المعنى أو اللفظ هو اللفظ. يبقى إيه تاني عشان إيه المعلومة دي كثير من الناس بيغلط فيها ويسوي بين الشاهد والمتابع، أو بين الشاهد والمتابع أو المتابعة. التابع لازم يتطابق في الإسناد كله أو بعضه، لو كله تبقى اسمها إيه؟ متابعة تامة. لو بعضه تبقى اسمها متابعة قاصرة. ولا يشترط أن يتفق في اللفظ، بل يكفي أن يتفق في المعنى، فإن اتفق في اللفظ والمعنى فهو أفضل. أما الشاهد فلا يشترط في الإسناد الاتفاق سواء في كل الإسناد أو في بعضه، بل يمكن أن يأتي إسناد آخر بصحابي يرويه صحابي آخر، ولكن يتفق في المعنى أو في اللفظ والمعنى. فالحافظ هنا هيضرب مثال للشاهد. ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر اللي هو فين؟ الشاهد.
عبد الله بن دينار اللي هو بتاع سيدنا الإمام الشافعي في الأم. فهذا الإسناد مختلف تماما عن الإسناد الذي ذكره الإمام الشافعي في الأم، ولكن اللفظ سواء، يعني اللفظ هو اللفظ، ما هو إذا توافق اللفظ يبقى المعنى يلزم توافق المعنى من باب أولى. فحديث ابن عباس موافق لحديث ابن عمر عند الإمام الشافعي في الأم، يبقى ده نقول عليه إيه بقى، شاهد ولا متابع؟ شاهد. ليه؟ لأن الصحابي اختلف والإسناد كله اختلف. هذا مثال للشاهد باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة، أو إسناد آخر برضه بلفظ: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. المعنى برضو واحد، يعني اللفظ إيه مش متفق، لكن المعنى هو المعنى، معنى واحد. فده أيضا نسميه إيه، شاهدا. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. يعني في بعض العلماء قال لك المتابعة هي التي تكون باللفظ، يبقى هنعتبر وفقا لهؤلاء رواية النسائي هنعتبرها متابعة مش شاهد. رواية النسائي هنا اللي هي رواية محمد بن حنين عن ابن عباس، دي هنعتبرها شاهد، هنعتبرها ايه، متابعة. ليه؟ لأنها مشتركة في اللفظ، اللفظ واللفظ سواء. وإن اختلف الصحابي سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، يبقى الشاهد هو اللي بالمعنى فقط، أما المتابع فإذا اتفق اللفظ فهو متابع حتى وإن اختلف الإسناد. لكن المعتمد في اصطلاح المحدثين هو ما ذكره الحافظ أولا من إيه، من التفرقة بين المتابعة والشاهد. متابعة اللي هي لازم يكون الإسناد متفق بعضه أو كله حتى نطلق عليه أنه إيه، متابع، أو أن هذه متابعة. وقد تطلق المتابعة على الشاهد والعكس وبالعكس، والأمر فيه سهل. يعني في بعض العلماء يقول لك إيه، وله شاهد من حديث كذا أو من حديث فلان، ولما تنظر في هذا الشاهد تلاقيه إيه، يصلح عليه أن نطلق عليه متابعة. والعكس يقول وله متابعة من حديث فلان، وتيجي تبص تلاقي إيه، ده يصلح أنه لا يصلح إلا أن يطلق عليه شاهد. لكن في بقى إيه، إحنا بنتكلم هنا في مصطلح الحديث. فالمصطلح أو الذي اصطلح عليه العلماء هو التفرقة بين الشاهد والإيه، والمتابعة. طيب نكتفي بهذا القدر.